يستبعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبردات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم